في موضوع آخر، لا يحق القول بأن من يحارب في سوريا هو مجاهد، كما أن جهاد النكاح هو بغاء وعبث. هذا ما أكده اليوم عثمان بطيخ مفتي الجمهورية خلال لقاء إعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، واعتبر أنه اللي قاعد يصير اليوم لشبابنا تحت تسمية الدعوة للجهاد هو استغلال. مفتي الجمهورية أثار كذلك أنه تأثير الأفكار المغلوطة حول الدين الإسلامي عند الشباب السلفي المتواجد بالأراضي السورية باش يمثلوا خطر عند عودتهم للوطن. وأكثر تفاصيل مع أيمن معتوق. تمشي تقاتل اخوك المسلم العربي اللي كيفه باش تقاتل، قال شنو باش نجاهدك باش نردك مسلم؟ الكلام هذا معقول؟ احنا مش مسلمين؟ ومن بعد هذوك قنابل موقوته باش يرجعونا بك التفكير هذاك باش في الوسط التونسي تصور معناها هذه ضروره التصدي لهالظاهره هذه المجتمع كله لازم يتكاتف، المجتمع المدني، احنا انتم وسائل الاعلام، الدوله، الكل هذه لازمنا نتكاتفوا ونظافروا باش نوقفوا الحد هذا. ثم زاد حاجه اخرى في جهاد في سوريا يهزوا في البنات، قالوا 13 طفله هزوها باش تجاهد جهاد النكاح الجهاد. شو هذا يسمى بغاء، نغاء، هذا فساد اخلاقي، فساد تربوي. من جانب اخر، طالب مفتي الجمهوريه عثمان بطيخ من الدوله والمجتمع المدني بالتصدي لانتشار الافكار المغلوطه في صفوف الشباب التونسي اللي اصبح ضحيه تمويلات اجنبيه، معتبرا انه دار الافتاء هي الوحيده المخوله للاجابه على اسئله التونسيين وتبدي رايها في كل ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه، كما تعطي شهاده الاسلام لكل من يريد اعتناق الاسلام، وتعطي شهاده حلال لكل المنتوجات المصدره الى خارج بعد التثبت منها. لنقطع مع تضارب الفتاوى ومع هذه الآراء الغريبة في بعض الأحيان المتضاربة التي تدخل إلى بيوتنا بدون استئذان عن طريق وسائل الاتصال الخارجية المعروفة من تلفزات متعددة المشارب متعددة الإيديولوجيات، ومن شأنها وفعلا أحدثت اضطراب في بلبلة في نفوس المواطنين، يتساءلون ما هو الحل ويطلبون من الإفتاء ودار الإفتاء خاصة أن تعطيهم الجواب النهائي، الجواب الصحيح الإسلامي الذي يكون مدعما بالحجة بالقرآن وبالسنة.